هذا مقطع عن حركات الإذن، سواء ترجيعها وراء يمين يسار. شرح سريع عن النقطة، هل تكلمت عنها قبل؟ بس يمكن مقاطع الأسئلة أو المبتدئين أو شرح عام، فقلت أحطها بمقطع بالحالة. باختصار، كثير من الأشياء اللي تقال عن حركات الإذن فيها نوع كبير من الصحة، كتقليد أعمى، فلان علم فلان علم فلان علم فلان، فتتناقل أو يتم تناقل المعلومة وتصير عامة أو قاعدة عامة. مثلا ترجيع الحصان أذانا وراء معناته أنه ناوي يضرب أو ناوي يعض أو أنه متضايق. تركيز الأذان على قدام معناته أنه مركز على شيء قدام. أن إذن يمين إذن يسار معناته الحصان متلخبط، يعني مركز على جهة والإذن الثاني على جهة أخرى، وهكذا. بشكل عام فيها نوع كبير جدا من الصحة، لأنها مأخوذة من شيء مرئي. يعني حصان هجم وأثناء الهجوم واضح أنه كان مرجع أذانا وراء، حصان كان خايف واضح أن أثناء الخوف كان مركز أذانا على شيء مخيف، فعادة تكون مأخوذة من شيء مرئي، فصعب النقاش فيها. ولكن في كثير من الحالات إذا ركبت الحصان ركوب صحيح أو تعاملت مع تعامل صحيح، يفعل نفس الحركة هذه اللي جرت العادة على اعتبارها حركة تدل على أن الحصان ناوي يعض أو ناوي يهجم فرضا. مثلا حصان راز أذانا وراء مرة صمك أذنه على على على, على خلينا نقول جبهته ما تشوفه، ومع ذلك مركب ركوب صحيح وما سوى لك اي شيء، ويجيك حصان ثاني عادي اذنه طبيعيه ما رجعها ولا ورا شيء ولا شيء وهجم عليك. اذا القاعده كلها تغيرت، طبعا لكل قاعده شواذ، وهذا ما اقصده. انه ممكن اذا ركبت حصان ركوب صحيح وتعامل مع تعامل صحيح يسوي حركات عاده، الحركات هذه اللي سواها معناته ناوي يسوي شيء، يعني سيتبع هذه الحركه من الاذن هجوم او عض او ضرب الى اخره، وكلامه صحيح اذا كان حصان مدرب خطا وركب خطا. لكن ممكن بسبب الركوب الصحيح الحصان حتى لو نوى حد يحرك أذانه بس ما راح يسوي شيء. كذلك ممكن يسوي الإذن ذي لغرض آخر، نادر لكن ممكن. كيف أعرف؟ ببساطة، سوى نفس الحركة اللي عادة الناس يربطونها بالهجوم أو الضرب أو الخطأ أو إلى آخره، بس الحصان موزون ماشي صح. أفضل ركبت حصان أو قاودت حصان سواء قود أو ركوب ومتحكم فيه بالإصبع ويعطيك كل شيء تبغاه وواثق فيك وما في أي مشاكل معك، لكن مرجع النورة تمام، مرجع بشكل واضح. وحصان ثاني اذنه مثاليه لكن هجم عليك وضرب كسرك وانطلق ما تحكمت فيه، ايوه ما افضل؟ فهي ناحيه شكليه فقط لا اكثر ولا اقل. لكن اللي يصيرنا في كثير من الحالات تكون بالفعل ينطبق عليها ما يقولون عنها، لان الحصان لما يكون مركوب خطا بالفعل لما يكون ناوي يسوي شيء معين سواه ما ادري عنك، وعاده لما يهاجم او يضرب يكون وضعيه الاذن بالشكل الفلاني. فلا تركز على الشكل، ركز على ان سواء اذنك وراء او قدام او يمين او يسار، انا اصلا ابغى اتحكم فيك حتى لو نويت تسوي شيء، سواء نويت تهجم نويت تضرب الى اخره، دعوة انك بتسوي شيء بركبه بثلاث حركات فانا بواكبك. فحط ببالي انه حتى لو فرضنا انك متضايق وناوي تهجم ابردك، يتضح لك مع الوقت انه ممكن يعطيك حركات تهديديه بجسمه او حتى اذنه لكن لن يستطيع فعل شيء. زي بالضبط بلغه الجسد عند البشر، افرض نقول الحركه ذي بالعين او الحركه الفلانيه باليد او الحركه ذي بالرجل الى اخره، زي اللي يدرسون مثلا لغه الجسد عند البشر تدل على حركه فلانيه، ثم تجيب لك شخص يتكلم لغه اخرى غير اللغه العربيه فيبغى يوضح لك نقاط معينه بلغته، فرضا يكلمك باللغه الانجليزيه وانت عربي او العكس، فتحرك يدك كثير عشان توضح له الفكره، فتسوي حركات معروفه عاده بلغه الجسد انها تعني شيء سيء او شيء خاطئ فرضا، لكن انت هنا ما فعلتها بسبب الشيء اللي عاده الناس توقعه، لا انت فعلتها ان الشخص مو فاهمك تبغى توضح النقطه، فتتغير قواعد اللعبه كلها. هنا نفس الفكره بالحصان، لما الحصان يكون اصلا حتى لو نوى يسوي شيء ما يقدر بسبب دقه يدك مع الثلاث، يصبح ما لها اي معنى في حركات الثلاث هذيك او حركات الاذن يعني. فيتضح لك ان الحصان ممكن يفعل كثير من الحالات حركات يراها البعض انه ناوي يضرب، ناوي يسوي خطا، ناوي يلعب، متضايق الى اخره، لكن في الحقيقه كل هذا غير صحيح. طيب شلون اعرف؟ متحكم في تحكم تام، مع ان الحركه اللي سواها باذنه المتوقع انه ناوي يسوي شيء خطا، ما سوى شيء. طيب يمكن متضايق او مو مرتاح منك، لو كان متضايق او مو مرتاح مني المفروض ينزل ضربني او عضني او كسرني الى اخره. بينما الحصان ذاك اللي اذنه تدل على انه مو متضايق بناء على كلام الناس لو نزلت توطاك. فتحكم عدم تحكم، مرتاح معك مو مرتاح معك، رغم ان الاذن تقول العكس، مما يعني ان القاعده اصلا ما هي بصحيحه. ما اقدر اقول خاطئه، لان في كثير من الحالات تكون صحيحه، لكن في كثير من الحالات تكون خاطئه، فلا يعتبر حتى الخطا كونها خطا هنا استثناء، لا بالفعل كثير من الحالات. ليس في اكثر الحالات لكن في كثير من الحالات، فلا يمكن اعتبار الموضوع حتى استثناء. فلا تركز على حركه الاذن
ركز على التحكم بالحصان بصرف النظر عن شكلها، زي بالضبط وضعية الرقبة، مقوس مد رقبته رافع رقبته، ما يهمني الشكل يهمني النتيجة. إذا بالفعل تحكمت في الحصان وما اهتمت بالشكل، بالشكل أصلا الشكل يجيك. يعني ركبت حصان ركوب صحيح وزنته، سيتضح لك أنه مع الوقت ما يبالغ بشيء على حسب شيء. صعب جدا تركب حصان تركب ركوب صحيح وتوزنه بالفعل وبس يقوس بشكل مبالغ فيه، أو بس يرفع راسه بشكل مبالغ فيه، أو بس يمد رقبته بشكل مبالغ فيه، أو بس يرجع ذانه ورا بشكل مبالغ فيه، أو بس يحرك ذانه قدام بشكل مبالغ فيه. نادر لازم يوازن. ليش؟ لأن سبب استعمال شيء دون الأشياء الأخرى عادة يكون خطأ من ركوب. وإذا كان ركوبك مضبوط ليس الحصان بحاجة، أو الحصان ليس بحاجة إلى أن يسوي شيء معين دون الأشياء الأخرى، ولكن لو حصل كيفه، لكن نادر ما يحصل. فلا تركز على الشكل، ركز على النتيجة. طبعا أتكلم في الطريقة هذه، إذا كنت ركوب صحيح، أما يجيك واحد يركب ركوب خطأ ركز في النقاط دي، لأن البلا في ركوبك مو بحركة الإذن الحصان ولا شيء، البلا في طريقة ركوبك. طبعا زي ما قلنا في كثير من الحالات إذا كان الشيء جيد لنا قلنا زين الحصان، إذا كان الشيء سيء لنا قلنا شيء من الحصان. وتقدر تاخذها كناحية فلسفية، إن الحصان ناوي يسوي كذا، الحصان ناوي يسوي كذا، الحركة دي تعني كذا، حلو شكلية، بس أنا ما أبغى النواحي ما قالوا الاستعراضية هذه، أبغى النواحي الفعلية. مرجع ذلك وراء، اذنك يمين اذنك يسار عكس بعض، كلها قدام، ما علي من اذنك، علي من رقبتك. اشتراك ان كلامي ذا صحيح في الركوب في الجود في جميع اوضاع الاذن، ترجع وراء بتوقف بتحكم فيك، واذا خلت بتحكم فيك وبتحكم فيك عند الخيل. اذن الاذن ما هدو نفس الفكره، التقويس نفس الفكره، مد رقبه نفس الفكره، رفع الراس. فهي عباره عن شكل لا اكثر ولا اقل، هي عباره عن نقول واحد عباره عن كلام في كتاب لا اكثر ولا اقل، معلومات معينه في كتاب لا تعني شيء ان لم تطبق بالشكل الصحيح. فكثير من الاشياء اللي تقال عن الاذان فيها نوع كبير من الصحه، لكنها ميب دائما صحيحه، وممكن بالفعل بالركوب الصحيح تكسر القاعده تماما. كيف اتاكد؟ ببساطه، ما قيل عنها لم يحصل، قيل انه اذا فعل هذه الحركه انه يسوي كذا وكذا وكذا، طب لم يفعل. قيل انه يسوي حركه ثانيه معناته متضايق، طب متضايق. والعكس صحيح، ذاك الحصان اللي وضعي ابن مثالية وحاسك. هذا رأيي في النقطة هذه وضعنا مستطاع. في نقطة أخيرة، موضوع هذا إن التحكم بالحصان عن طريق الأذان، سؤال آخر. النقطة هنا نتكلم عن موضوع حركات الأذان حسب الحصان. السؤال الآخر اللي هو موضوع كيف أتحكم بالحصان عن طريق الأذان حسب طريقة الركوب وأسلوب الركوب، باختصار هاي مرتبطة بالقفل، زي لما الرجل الداخلية والرجل الخارجية، تتحكم بالحصان من جهة ودون جهة. فتقدر تتحكم بالحصان عن طريق العيون، إذا كان الحصان يشوف من جهة معينة، من جهة تتحكم بالحصان عن طريق التركيز على الجهة اللي مثلا ما ينظر فيها وتخلي الجهة ينظر فيها، أو العكس. هذاك الأذان أركز على الأذن اللي طالع مثلا الحصان ينظر يمين، إذا كان الحصان ينظر يمين لو تلاحظ الأذنة بتكون يسار، وإذا كان ينظر يسار أذنة بتكون يمين. الرادار حق العين هو الأذن، فعادة لو تلاحظ الحصان ينظر يسار أوتوماتيكيا الأذن تروح يمين كغريزة، عشان يصير يحميه عدم نظرة للجهة اليمنى يحميها السمع. فعادة لما نظر يسار تلقى أذنه يمين، نظر يمين تلقى أذنه يسار. ممكن يكون الشخص بالقفل بالذات يركز على الأذن، بحيث أني مثلا لما صاير نظر يمين وأذنه يسار مركز يسار، أركز على الجهة اليسرى عشان أوزنه، فأخلي نظر يسار والأذن تروح يمين، فأصير أتحكم فيه عن طريق الأذن. بس هذا في القفل مو في التزليج، لأنك في التزليق لا شعوره، تزليق ثواني لا يعني أشياء لا شعورية. أنت الحين راكب حصان وموسع وفاتح، خاف من القشعة ذي، وسمع صوت سحلية هناك، وخاف من صوت السيارة هنا، ويبغى حصان هناك. لو كنت جني ومو بشر، جني ما يمديك تلحق حركة أذانه، يعني ما يمديك تشوف حركة أذانه وتواكبها باللي تبغاه، مستحيل. هي ناحية تدريبية، تدرب حصان مكان مغلق عليه، ثم مع الوقت يفهم ما تريد. فلا لا لا تتوافق مع التزليق واللا شعور. التزليق هو عبارة عن شيء فوري لا شعوري، فلا يمكن أشوف حركة أذن الحصان ثم أقرر وش بسوي بيدي عن طريق حركة أذانه، ما يمديك أصلا، أذانه بتحرك واجد. كذلك العين في الطرق الأخرى في القفل وغيره، نعم زيها زي بالضبط العين. كثير من الطرق تركز على موضوع العين، حجاج العين فيركزون على العين. كثير من الطرق تركز على موضوع القبة، رقبة خارجية وكتف خارجي. كثير من الطرق تركز على قطعات، الفكرة واحدة أنك تفك باب وتسك باب، تركز على الجهة وتخلي الجهة. إذا الحصان ركز على الجهة تحاول تجيب الجهة الأخرى وتخلي يخلي الجهة هذه عن طريق الرجول واليد، والتركيز يتم عن طريق عدة أمور ومن ضمنها الأذن. لكن هذا موضوع آخر غير الطريقة اللي تكلم فيها البداية. النقطة اللي تكلم فيها البداية قصدي موضوع حركات الأذن المتعارف عليها عادة تسمعها كثير عند أهل الخيل، فيها نوع كبير جدا من الصحة، زي ما قلت في كثير من الحالات تكون عكس الصواب، أو بالأحرى ليست صواب على الأقل، والله أنا بالصواب.